حاكم الشارقة يهنئ السبسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية متمنيا له تحقيق كل ما يصبو إليه الشعب التونسي الشقيق. لجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 43 تكرم الجهات الحكومية الداعمة والفائزين بالمسابقات. وفي نشرتنا شروق تطلع طلبة جامعة الشارقة على استعدادات الشارقة عاصمة السياحة العربية للعام 2015. من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام نقدم لكم أخبار الدار، بدأناها بأبرز العناوين فإلى النشرة بالتفصيل. انطلاقة أخبارنا من الإمارة الباسمة، حيث بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى الرئيس الباجي قائد السبسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية ونجاح عملية الاقتراع. وهنأ صاحب السمو حاكم الشارقة في برقيته الرئيس التونسي الرئيس الباجي قائد السبسي على الثقة الكبيرة التي أولاها إياه الشعب التونسي، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته وتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب التونسي الشقيق من التقدم والازدهار والاستقرار. كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس التونسي. في عجمان استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم الإمارة في مكتبه في الديوان اليوم سعادة دومينيك مينور سفيرة المملكة البلجيكية التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء بالسفيرة متمنيا لها طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين بلدين صديقين على مختلف المستويات، مؤكدا أنها ستجد من المسؤولين كل تعاون في أداء مهام عملها. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل توطيدها بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين. من جانبها أشادت السفيرة البلجيكية بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في مختلف الميادين. ونبقى في عجمان، ففي كلمة مسجلة لسموه أذيعت في الملتقى الحكومي السنوي الثامن والذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن ما يدور في أروقة الدوائر والمؤسسات الحكومية يحظى باهتمامنا الدائم ومتابعتنا الحثيثة لما فيه صالح الموظف وتحقيق المصلحة العامة. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة في كلمة ألقاها أمام الحضور أن إنجازات حكومتنا الاتحادية تحفزنا إلى انتهاز الفرص المتاحة من خلال الاستثمار في البنية التحتية للإمارة وزيادة الإنفاق في مجال تطوير كوادرها البشرية والتوجه نحو تطبيقات الحكومة الذكية. ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق الاجتماع الدوري الرابع للمؤسسة من أجل مناقشة ميزانية العام 2015 وما تم إنجازه في العام الجاري بهدف الوقوف على تطوير آلية عمل المؤسسة وتنشيطها وفقا للمعايير الوطنية. وشكر سموه القائمين على المؤسسة على ما تم تقديمه في العام الجاري، مؤكدا العمل من أجل سرعة إنجاز المشاريع المقبلة وتلبية احتياجات المواطنين التي تعتبر أولوية بالنسبة للحكومة. إلى أم القيوين، حيث استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين اليوم في مكتب سموه في الديوان الأميري السيد أردم أوزن قنصل عام تركيا الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله كقنصل عام لبلاده لدى الدولة. ورحب سمو ولي عهد أم القيوين بالقنصل متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله. شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية وجمعية رعاية وتوعية الأحداث للتعاون في ترسيخ ثقافة احترام القانون لدى النشء في الدولة.
وقع المذكرة في مقر القيادة العامة لشرطة أبو ظبي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة الجمعية، فيما وقعها عن وزارة الداخلية سعادة اللواء الدكتور ناصر الخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعريف الناشئة بالأساليب الناجحة التي ترسخ مفهوم ثقافة احترام القانون والارتقاء بمستوى العلاقات الاجتماعية والسلوكية. أخبار الدار متواصلة، ابقوا معنا حيث تتابعون بعد الفاصل الذي يتخلله أذان العشاء. مفوضية مرشدات الشارقة تواصل فعاليات وبرامج المخيم الكشفي الشتوي تحت شعار قادة المستقبل بمنطقة الإبداع بالشارقة. عودة جديدة نواصل فيها تقديم ما تبقى من أخبار الدار، فمرحبا بكم. نظمت لجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 43 لدولة الإمارات العربية المتحدة حفلها الختامي الذي كرمت فيه الداعمين والمشاركات المميزة والفائزين في المسابقات. المزيد في تقرير الزميل محمد رمضان. بعد المشاركات الواسعة والإقبال الكبير من قبل الجهات الحكومية والخاصة والأفراد على مسابقات فئاتها المتنوعة، حرصت لجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 43 على إقامة حفلها الختامي بحضور سعادة محمد علي النومان رئيس اللجنة وعدد من كبار الشخصيات. سعداء في هذه المناسبة ختام فعاليات يومنا الوطني العزيز لجنة إمارة الشارقة، طبعا تتضافر الجهود وتتكاتف المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، ونوعا أو شيء بسيط من اللجنة تقوم بتكريمهم هناك، مثل ما تم طرحها في الاحتفالية مسابقات تفاعلية مع الجمهور مع الأفراد مع المؤسسات. الحفل تخلله عرض مادة فيلمية جسدت احتفالات الإمارة، كما تضمن فقرة فنية للرسم بالرمال. بعد ذلك قام رئيس اللجنة بتكريم الجهات الداعمة إلى جانب توزيع جوائز فئات الدوائر الحكومية التي شاركت بفعاليات مميزة وأفضل فعالية داخلية وأخرى خارجية. للسنة الرابعة الحقيقة نفوز بالمركز الأول على التوالي، يعني من بداية المسابقة ما بغريب على شرطة الشارقة الحقيقة وعلى وزارة الداخلية بشكل عام، كون ان وزاره الداخليه حصلت اكثر الجوائز على مستوى الدوله. بارك الموظفين هيئه كهرباء ومياه الشارقه على حصولهم على المركز الاول في افضل فعاليه داخليه فعاليه حكوميه داخليه، ونبارك على راسهم سعاده الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئه كهرباء ومياه الشارقه. التكريم تواصل ليشمل مسابقات أجمل أوبريت وفندق ومنزل وسيارات مزينة، بالإضافة للمسابقات التفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعية. أشكر لجنة احتفالات اليوم الوطني 43 بإمارة الشارقة على اختيارهم للمسرحية الاستعراضية الغنائية الأولى من نوعها على مستوى شارقة سلطان دولة الإبداع كأفضل أوبريت وطني. نحن اشتركنا عن طريق الانستغرام وشاركنا بصورة تعبر عن حبنا للوطن، ومش أول مرة نشارك في هالمسابقات، دائما نحب نعبر بصور نصورها عن الوطن. وبهذه الصورة الختامية أكملت لجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني عامها الرابع من النجاح، وأضافت عليها تألقا وجمالا في مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا. لجنة احتفالات إمارة الشارقة تحتفي بداعميها وتكرم الجهات والأفراد الفائزين بجوائز مسابقاتها المختلفة. لأخبار الدار محمد رمضان، غرفة التجارة والصناعة الشارقة. قدمت هيئة الشارقة للاستثمار وتطوير شروق ندوة في جامعة الشارقة بعنوان كيف استعدت الشارقة كي تصبح عاصمة للسياحة العربية لعام 2015، مع استعراض الجامعة لأحد مشاريع التخرج ذات العلاقة، فإلى التفاصيل.
هنا جامعة الشارقة، هذا الصرح التعليمي الرائد الذي يخرج آلاف الطلبة ومنهم المتميزون بالإبداع في مشاريع التخرج والدخول بشكل متعمق في مشاريع تخص المجتمع بالإمارة. لو نأخذ جزئية من إمارة الشارقة والتي هي جامعة الشارقة، نجد أيضا هذا التطور يشمل هذه الجامعة من ناحية البحث العلمي، من ناحية الأكاديمية، من ناحية أنشطة الطلبة، وهذه الندوة هي مثال لأنشطة الطلبة. بفكرة رائدة وتخطيط متكامل بدأ مشروع تخرج الطالب أحمد راشد الأغفلي من كلية الاتصال، الذي يسلط الضوء من خلاله على القطاع السياحي الحيوي في إمارة الشارقة التي اختيرت عاصمة للسياحة العربية 2015. فكرة كيف استعدت الشارقة كي تكون عاصمة للسياحة العربية العام القادم، حقيقة انبسطت لما سمعت هذا الخبر من فترة طويلة وبعد ما أعلن في وسائل الإعلام، فقلت لابد أن على الأقل لو نتطرق لجزء بسيط ونعرف اليوم نحن كمواطنين في دولة الإمارات وتحديدا جولاتنا الدائمة اليومية في إمارة الشارقة من خلال عملي أيضا، لأتعرف عن قرب ماذا تقدم الشارقة للعالم ولإطلاع الطلبة على خبرة الشارقة في التطوير السياحي. قدم سعادة مروان جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق ندوة كيف استعدت الشارقة كي تصبح عاصمة للسياحة العربية لعام 2015، حيث تطرق فيها إلى أهمية موقع إمارة الشارقة على الصعيد السياحي وأهم مشاريع وخدمات الشروق التطويرية التي تتميز باهتمامها بلمسات جمالية ممزوجة بعادات وتقاليد عربية عززت مكانة الشارقة في أن تصبح عاصمة للسياحة العربية. هكذا استطاع الطالب أحمد إنجاز مشروع تخرجه بطريقته الخاصة من خلال اختيار موضوع مميز بالفعل، ألا وهو كيف استطاعت الشارقة أن تصبح عاصمة للسياحة العربية. لأخبار الدار ريم عيسى من جامعة الشارقة. أما الآن فنصل معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي التي تقدمها لكم الزميلة منى مرزوقي. إليك منى. شكرا سيد. جولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي مع أبرز المشاركات التي اخترناها لكم، نبدأها من الموقع المغرد تويتر ومن حساب الشارقة للأخبار التي جاء فيها. بتوجيهات منصور بن زايد، الوطني للأرصاد يطلق أول تخصص بالدولة لدراسة علم الأرصاد الجوية، يؤهل للحصول على درجة البكالوريوس. وفي التغريدة التالية من حساب شرطة الشارقة وفيها، تقديرا لحسن تصرفه تجاه مال الغير، شرطة الشارقة تكرم سائق سيارة أجرة عثر على أكثر من 100,000 درهم بسيارته وسلمها للشرطة. وبالانتقال إلى موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام، وفيه اخترنا لكم من حساب إذاعة الشارقة وهذه الصورة. تم اليوم السحب على الفائزين في مسابقة أجمل صورة فوتوغرافية سياحية عن الشارقة، والتي نظمتها مؤسسة الشارقة للإعلام بين موظفيها. وصورة أخرى من حساب إدارة المسرح وفيها، فعالية اليوم المفتوح للأطفال إجازتك غير تفتتح اليوم في المركز الثقافي بالذيل، تبدأ من الساعة 10:00 صباحا وحتى 2:00 ظهرا. وإلى آخر الأخبار العاجلة من خدمة أخبار تلفزيون الشارقة، وإليكم هذا الخبر. استخراج مركبة سقطت في البحر تحت جسر المقطع من جهة منطقة المقطع نتيجة انحرافها أثناء المسير، وتمكن سائقها من النجاة. مشاهدينا ومستمعينا، ختاما نذكركم بمشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم. والآن عودة للزميل سعيد لنتابع بقية أخبارنا. شكرا لك منى. ونأتي لمساحتنا الخاصة بتغطية فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية. فعاليات فنية وأدبية ما زال يحتفى بها في الشارقة، من أبرزها تلك الفعاليات التي تأتي ضمن مهرجان الفنون الإسلامية. إضاءات سريعة على بعض فعاليات هذا الأسبوع الفنية.
فعاليات فنية وثقافية منوعة شهدها هذا الأسبوع ضمن مهرجان الفنون الإسلامية. نبدأ من مجمع الشارقة للأداب والفنون، فبحضور سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، وسعادة هشام المظلوم رئيس مجمع الشارقة للأداب والفنون، جرى افتتاح معرض الفنانة السعودية فاطمة النمر وسط حضور لافت من فنانين وصحفيين ومتذوقين للفن. وإلى مؤسسة الشارقة للفنون، وضمن سلسلة حوارات بنال الشارقة 12 جرى لاحقا عرض جلسة نقاش حول تاريخ الحركة التشكيلية في الإمارات، تضمنت عرضا تفصيليا للمشهد الفني الإماراتي في سياقه التاريخي الراهن من خلال استعراض تجارب الفنانين المشاركين. وبالانتقال إلى المنتدى الإسلامي في الشارقة، وضمن إطار فعاليات الاحتفاء بالشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية، نظم المنتدى الإسلامي ندوة المواطنة والانتماء بحضور الأستاذ ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي وعدد من المفكرين المسلمين، لتستمر جميع تلك الفعاليات مكملة للمشهد الأدبي والفني في إمارة لا ينضب معين ثقافتها. ما زالت مفوضية مرشدات الشارقة الفرع الريادي من جمعية مرشدات الإمارات تواصل فعاليات المخيم الكشفي الشتوي، وذلك بمقر المفوضية بمنطقة الإبداع بالشارقة. أما المزيد فتتابعونه في تقرير زميلة سماح الشيخ. إنها المرحلة الثانية والأخيرة التي خصصت للمرشدات التي تراوحت أعمارهن بين 12 و 15 عاما ضمن فعاليات المخيم الكشفي الشتوي الذي يحمل شعار قادة المستقبل، الهادف إلى ملء فراغ المنتسبات للمخيم بل وتنمية قدراتهن بدنيا وثقافيا. تم المخيم على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت للزهرات من عمر 7 سنوات لين 11 سنة من تاريخ 21 إلى 22 ديسمبر، والمرحلة الثانية كانت لفئة المرشدات من عمر 12 إلى 15 سنة، وكانت ما بين فترة 24 و 25 ديسمبر. ستحصل كل فتاة في نهاية المخيم على شارة من شارات المخيم، وهي شارة تعلم الإرشاد التي تندرج تحت خمس محاور أساسية في المفوضية. برامج المخيم شملت مجموعة واسعة من الأنشطة التي أعدت بشكل وتصميم إرشادي يسعى لتنمية الوعي الذاتي للمرشدات، فالباقة تميزت بالجاذبية والتشويق، حيث تعلمت المرشدات كيفية إنشاء وتنصيب الخيم مرورا بكيفية إشعال النار وصولا إلى رماية القوس والسهم، لتخوض المشاركات تجربة رائدة كلها تأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة لمفوضية مرشدات الشارقة. أنا أي المفوضية عشان أستثمر وقتي وعشان أتعلم أشياء جديدة وعشان أتعرف على أصدقاء جديدة. مشاركة في مفوضية مرشدات الشارقة ونحن يعني نتعلمنا وايد أشياء، يعني الحين نتعلم كيف نشغل النارها، ويوم ما يكون عندنا مثلا الكهرباء نقدر نسوي يعني أشياء ثانية. تعلمت اليوم كيف نولع النار، وتعلمت أساسيات التخييم، واستانست وايد وتعرفت على بنات وايد. تعلمنا يعني أشياء وايد حلوة، ويعني أنا كل مرة أشارك وكل مرة فعالية جديدة وحلوة. تجدر الإشارة إلى أنه في 25 من ديسمبر سيزدل ستار فعاليات هذا المخيم الكشفي الذي شاركت فيه أكثر من 50 فتاة اكتسبنا خبرات ثرية عبر البرامج المختلفة للمخيم من اكتشاف الذات بل وتعزيز إمكاناتهن وتطويرها ليستفدن مما اكتسبنه مدى الحياة. اختتمت فعاليات المنتدى العربي الثاني للبحث العلمي والتنمية المستدامة، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا. وقدم القائمون على المنتدى الشكر لدولة الإمارات لاحتضانها هذا الحدث العلمي الهام، مشيرين إلى أن البحث العلمي في وطننا العربي يعد في وضع تنموي ويسير نحو الأمام، وتمنوا المزيد من المساهمة الفعالة التي تغير من وضع الدول العربية في مجال البحث العلمي،
كما شدد الحاضرون على أهمية دعم منظومة البحث العلمي في البلدان العربية. ختام أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة، ونلتقيكم في جولة إخبارية جديدة في تمام الساعة 12 منتصف الليل. والآن إليكم التذكير بأبرز العناوين. حاكم الشارقة يهنئ السبسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية متمنيا له تحقيق كل ما يصبو إليه الشعب التونسي الشقيق. لجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 43 تكرم الجهات الحكومية الداعمة والفائزين بالمسابقات. وكان في نشرتنا شروق تطلع طلبة جامعة الشارقة على استعدادات الشارقة عاصمة السياحة العربية للعام 2015.